هتحتفل ايه بقى ما خلاص؟ ايه يا عم اكرم؟ على الاقل انت كنت داخل وخرجت. اما احنا ما دخلناش اصلا. وبعدين برضو الباشا وليه نعمنا؟ وليه نعم؟ ما خلاص هيطرد من الجنه خلاص. جنه؟ جنه ايه؟ هو كان في جنه اصلا عشان اطرد منها؟ يا حبيبي ادم خرج من الجنه بوسوسه من ابليس. دي مش شطاره ولا قوه من ابليس، ده ضعف من ادم عشان سكت وسمع الكلام. انا بقى مش هعمل كده. انت دماغك فضه ولا ايه يا اكرم؟ اوعى تكون بتفكر تلعب مع الباشا. اللي حصل حصل وخلاص. اعتبرها زي واحده جايين يغتصبوها، هيغتصبوها يغتصبوها، يبقى احسن لها بدل ما تقاوم تنبسط. لسه يا حبيبي، لسه الانبساط جاي، المتعه لسه جايه. برافو كده احلى بكتير. عجبتك؟ قوي. مش شايف ان الفستان عريان شويه؟ عادي، احنا ايه كلاس؟ الاي كلاس دايما بيلبسوا كده، صح يا ابو علي؟ صح. اه الاي كلاس دايما كده، ده في ناس ما بيلبسوش اساسا. تعالى اعرفك باصحابي. ده بقى جو شلقاني. ايه يا اكرم؟ انت نسيتني ولا ايه؟ وده الاتش المنبوذ قاعد لوحده هناك. ذكرى. اهلا وسهلا. كاسك ايه بقى حلوه عشان انا هعمله لك بايديا. حبيبي. لا انا ما بشربش. هي ما بتشربش، انا اللي بشرب، بشرب كتير قوي. حسن تقدر تريح انت بره وانا لو احتاجتك هكلمك. انا جنبك لو يعني احتاجت اي حاجه. لا 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 خليك بره في الهوا فريش يا حسن فريش. يلا ناخد كاساتنا. يا اتش يا منبوز حبيبي، قعد لوحدك ليه؟ لا ده انت مش طبيعي بقى. انت يا عم انت. انت مش هنا كمان، ده انت عيان. قوم اكشف عليك اشوف حكايتك ايه. قوم. ولا حكايه ولا حاجه. ازاي ده احنا من ساعه ما قعدنا ما قلتش ولا كلمه. انت مش علي اللي انا اعرفه. ولا انا اعرفه. في علي. انت زعلان عشان ما حضرتش اجتماع امبارح؟ اجتماعي. اجتماع الاضراب اللي سيادتك فضلت تهلل الفساد الفقر، لفيت على جميع الفضائيات وعديت كل زمايلك، وفي الاخر هم خدوا خطوه ايجابيه وسيادتك خلعت. لكن في كان حد بيقول لي ان كلامي كله خطب، واني لما عاوز اشتغل اشتغل وانا ساكت من غير مشاكل. فاكره؟ اه فاكره. كنت انا علي، وكنت واثق وانا بقول لك كده انك عمرك ما هتسمع كلامي. لا بس انا دلوقتي هعمل كده، بنفذ كل حرف. انا مش هخوض اي حرب انا ماليش فيها، ولا هعمل اي حاجه كده. عشان كده انا قررت استقيل. تستقيل؟ كفاية طب علي، أنا هكتب وبس. علي إحنا مش كنا حسمنا الموضوع دوت؟ وقلت لك أنا هسلفك لغاية ما تنشر القصة بتاعتك، وبلاش بقى كل شوية أسيب الطب وأرجع للطب يا علي. هسيبه لازم، ده قرار. هو أنت معجب بكلمة ده قرار؟ كل شوية ده قرار ده قرار. علي يا حبيبي، في حاجات مش لازم نحسمها دلوقتي، ممكن نسيبها شوية وبعدين نرجع لها، وفي حاجات مش شرط نرجع لها خالص. فاهم يا علي؟ ليه؟ عشان افشل كويس؟ ما بتكلمش عن الفشل والنجاح، بتكلم المشاكل ما ينفعش نتعامل معاها قفش. مش هتعرف تطلع خطوه لقدام ولا ترجع ورا، لانك قطعت على نفسك الطريق. والنبي يا دكتور بلاش الكلام الايجابي وكلام التشجيع ده، ده مش ليك، لحد تاني. يا
لسه هتعجبك اكتر. لسه شكرا. اللي جاي احلى. يا ريت. هو في احلى من كده؟ لا في. في يا شلاني. في لما تشوفوا الباشا بتاعكم وهو مكسور مذلول ندمان بيعيط. عارفين هيعيط ليه؟ عشان فكر بس انه يعادي اكرم البدري. خد بالك الباشا ممكن يضيعك من غير ما تحس. ده كان زمان. اصل الباشا بيبقى فرحان قوي واحنا ملمومين كده تحت رجليه. هو يقول واحنا نسمع. بس نسمع ايه بقى؟ نسمع اللي هو قاصد يسمعه لنا. انما كلامه مع اصحابك اللي بره ها؟ متصور انه ما وصلش لحد. أفهمك أنا يا حبيبي. أنا ما بشربش. مكالمات الباشا مع رجالة أمريكا وإسرائيل كلها متسجلة عندي وبالتواريخ. كده كتير يا أكرم. لو هتفضل تهرتل هنقوم نمشي. ليه يا عم بس هتروم تمشي ليه؟ ده القعدة لسه هتحلو يا رجالة. أكرم. ظهري صاحبك اللي هتلمني في ايه؟ الله صاحبك اكرم اكرم حفنه اكرم البدري اكرم صاحبك عمال يلمس جسمي بس بقى سايب النكت في البيت هتنكدي عليا هنا انا جاي احتفل هو انت يا اكرم جاي تعمل حفله عليا؟ انت نسيت انا مين ولا ايه؟ نسيت انا مين؟ يا عم بس تحب اقول لك انا يا حلوه انت مين؟ اكرم. اقول لك انت مين؟ ذكرى لما تعرفت عليها يا جماعه كانت مجرد بياعه حقيره في محل ملابس. اكرم انت في ايه؟ لا حقيره لا حقيره دي. طبعا ما صدقتش نفسها لما انا اكرم البدري قلت لها هخرج معاكي. لا وايه؟ كانت بتيجي تقابلني بالفساتين سرقاها من المحل. والله طلع التيكت في ايدي كده مش انت ما شفتيهوش. انا بس اللي شفته، التيكت طلع في ايدي يا جدعان. لا وايه؟ وهي متصوره ان انا مصدق ان دي لبسها فعلا. مش كده برضه؟ ولا ايه؟ وبمكالمة واحدة يا شلقاني لصاحبة المحل بقت في الشارع. طبعا. بس اعمل ايه في قلب الحنين؟ اعمل ايه؟ اقطعه؟ اقطعه من هنا؟ طول عمرك حنين. مدت لها ايدي. ايه وقع؟ ابعد عني. مدت لها ايدي وخدتها في حضني. مش خدت في حضني هنا ولا مش خدت في حضني؟ خدت. ها؟ ينفع كده؟ لا طبعا. عرفتي يا حلوة بقى انت مين؟ وانا مين؟ ايه ده؟ تليفون يا شبان. اه طلعتي تاريخ يا نونو. اوعى اوعى يا جدع انت وهو في حسن. انت كلمت حسن؟ هجيبك يا حسن، هجيبك وحياة أمي لا تخسر، هجيبك.